مواليد برج القوس، يا رب تكونوا بخير. انا مريم، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتوا مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. توقعات برج القوس ليوم السبت 26 مارس اذار 2022. هتبدأ الامور النهارده بتكون هادية جدا جدا في الصباح ده، ومش هتبقى في اي حاجة ممكن تكون بتعكر مزاجك حتى في اليوم ده، لكن مع مرور الزمن في اليوم والساعات هتبدأ انك تشعر نفسك النهارده متعب بشكل كبير، وفي ضغوط كبيرة جدا في الحياة النهارده بتزداد عليك، كل ساعة بتزيد في اليوم ده بتوصل لذروتها فيها. وفي الفترة اللي بعد الظهر النهاردة ممكن بنصحك انك تبقى حريص اكتر علشان تعرف توازن كلامك قبل ما انك تتكلمه او حتى يطلع منك، لانه ممكن يكون لو ما فيهوش موازنة النهاردة ممكن يتفهم غلط، خاصة لو كان في لقاءاتك النهاردة باشخاص انت بتحبهم او حتى اصدقائك، خليك حذر في كلامك معاهم، ممكن كلامك يتفهم غلط، فكر فيه بشكل كويس قبل ما تتكلمه، لانك ممكن يكون كلامك بيزعلهم النهاردة، وخاصة اللي هيتعرضوا للمواقف دي مواليد شهر تشرين الثاني نوفمبر. خليكم مستعدين ووزنوا كلامكم بشكل كويس علشان ما تندموش عليه بعد كده. بالنسبة ليك مهنيا النهاردة هتبدأ مرحلة جديدة جدا بالنسبة ليك، هتضطر من خلالها انك تعمل اي نوع من انواع الكتمان لسرك النهاردة، وهيبقى السكوت واجب جدا جدا عليك وعلى كل مشاريعك النهاردة علشان ما تتراجعش عن اي مشروع. بالنسبة ليك عاطفيا النهاردة محيطك بيسبب ليك شوية أعباء ممكن تظهر قدامك، وحتى هتظهر في علاقاتك العاطفية والشخصية في اليوم ده، واللي ممكن تكون بتتحول لي انك تخليك متحفظ اكتر في الفترة اللي جاية اكتر من الفترة دي، علشان انت كنت بتبوح بأي شيء قدامك في الفترة دي اللي بيحصل. بالنسبة ليك صحيا بيتدخل حاجة النهاردة من ماضيك علشان تعمل احداث فيها اثارة اكتر ليك في الفترة دي، ده هيأثر طبعا على وضعك الصحي وهيكون بيثير أعصابك بشكل كبير، خليك حذر أكتر علشان ما توصلش لردود أفعال بعدين تندم عليها. بالنسبة لحركة الكواكب اليوم، بيشكل عطارد سداسي مع بلوتو في الصباح ده، وده هيخلينا بنحسن من قدراتنا أكتر علشان نشوف الأمور من طبقات مختلفة للمواقف، ممكن نكتشف من خلالها معلومات هتبقى جديدة جدا، هتدينا ميزة حلوة جدا بنشوفها وحقيقة لمسائلنا هنتجنبها بشكل كبير كنا في الماضي. الوقت هيبقى مناسب وقوي جدا علشان ننظر بشكل أعمق في كل مواضيعنا اللي احنا بنكون بنستفاد منها ونتحلى بالصبر أكتر، واستراتيجياتنا النهاردة في قراراتنا هتبقى مناسبة جدا، وهنكون باستعداد علشان ننظر للحاجات من سطح مختلف. المحادثات النهاردة هتبقى استقصائية ومغزية جدا جدا، هنتوصل من خلالها اننا نفهم نفسنا افضل وحياتنا بشكل مناسب. الوقت هيبقى مناسب لو عملنا لو حابين اننا نتخلى عن حاجة كانت بتخلينا دايما مقيدين او حتى عالقين في موقف صعب النهاردة. بالنسبة للقمر، بيستمر القمر في عبوره من برج الجدي الترابي لحد ما يدخل برج الدلو الموضوعي، بيصير ارتباطنا النهاردة بين مارس وبالاس للشجاعة والطاقة علشان ندعم كل معتقداتنا في اليوم ده. وبكده بنكون وصلنا لاخر الفيديو، لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تدعموني باللايك، ولو لسه ما اشتركتوش انتم مستنيين ايه؟ اضغطوا على الاشتراك وفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل فيديو جديد معايا. انا بكبر بيكم وبدعمكم ليا.